اهلا بكم متابعي فيتو، بنرحب بحضراتكم في كل مكان. معكم منى فتحي في فيديو جديد. يعني كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه. هنا في محافظه البحيره شاب قرر يفرح العرسان اللي مش قادره او يعني مش قادره تشتري بدله ويديها لها بشكل مجاني او يعني ما ياخدش منهم ايجار. اهلا بحضرتك، عرفنا بنفسك. يعني احكي لي كده على المبادره، جات لك الفكره ازاي؟ بداتها من امتى؟ والله الحمد لله رب العالمين، احنا فاتحين بقالنا اكتر من 7 سنين الحمد لله. يعني جات لك المبادره دي ازاي؟ فكرتها كانت ازاي؟ بشوف عرسان كتير مش قادره، الله يكون في عونهم، الظروف الماديه طبعا الله يقويهم، فبتقرر انك تجيب تديهم البدله بشكل مجاني ان شاء الله. بتعرف ازاي ان هو مثلا ما بيضحكش عليك؟ ممكن يكون مقتدر ماديا وبيقول اي كلام يعني؟ طبعا بيجي يحجز. الفتره اللي هي بين الحجز وبين الفرح احنا بنسال عليه. حتى لو ما شفتوش قبل كده. طبعا. تقدر تعرف توصل له حالته الماديه. مش مقتدر احنا بنديها له هديه يعني. يروح يقضي بها الفرح او المناسبه بعد كده يجيبها تاني. طب كل ده مثلا مع العرسان او ولا اي حد ليه مناسبه ومزنوق فيها مثلا ولا؟ لا طبعا اللي مش مقتدر. اي حد مش مقتدر. ان شاء الله. المبادره لقت كان في ناس كتير جات وكده ولا الدنيا كانت عامله ازاي؟ الحمد لله رب العالمين. احكي لي كده عن انواع البدل برضو اللي بيكون عليها اقبال كبير، انواع القماشات. في البدله دي بدله سواري، دي بيكا استوار، دي بدله وشيفه. انهو اللي شغال دلوقتي بس في الشتاء؟ انهو اللي شغال؟ كل السوارات شغاله. مش خامه معينه مثلا؟ لا لا لا، كله بيشتغل عادي. والابيض اكتر ولا الاسود؟ انا شايفه في ابيض تحت. الاسود شغال اكتر. اكتر ولا الاسود؟ انا شايفه في ابيض تحت. الاسود شغال اكتر. بس في دلوقتي بياخدوا جاكيت مع البدله ستيشن. يحتر بيه مرتين يعني. يغير. انه اللي بيكون عليه اقبال، انه خامه طبعا المستورد دي. على اقبال اقل. البيكا دي برضو ازواق طبعا. على حسب العريس. ما هو عايز ايه. الحاجات اللي تمشي صيفي وشتوي ايه؟ في حاجه زي دي الخفيفه دي ماشيه صيفي وشتوي برضه، والخامه البيكا دي ماشيه صيفي وشتوي برضه. ممكن تورينا حاجات تانية برضه؟ في حاجات زي دي، في حاجات فروز زي دي، ميكس سيديرو بنطلون ساده والجاكيت فروز، في حاجه زي دي جولدن، منال اسود، حاجات فروز زي دي ميكس برضه، في حاجه زي دي. ميكس برضه، في حاجه رصاص جاي ميكس برضه. هل العريس هو جاي بيختار بقى اللي هو مش مقتدر ماديا دي، بيختار اللي هو عايزها؟ اللي هو عايزه في المحل. يعني هو يختار وانت ما عندكش مشكله؟ اي حاجه في المحل. مش الوان معينه، حاجات معينه، قماشات معينه، اي حاجه في المحل، حتى لو اختارها غاليه يعني؟ طبعا. عادي مفيش مشكله. طيب انت قلت لي من شويه ان الاكسسوارات بتاعت البدله برضه بتكون عليكم بشكل مجاني. هديه. زي ايه الاكسسوارات اللي هي الـ حاجة مثلا زي البيبيون. والسلسلة. والوردة. للمقتدر وغير مقتدر بياخدوها مجانا. طبعا. انت شايف ان الفترة الأخيرة الدنيا ما كانتش مظبوطة، فحاولت ان انت تعمل المبادرة دي. ظروف الناس العرسان الله يكون في عونهم يعني. الله يقويهم. طيب كلمني برضو عن أنواع تانية، في إيه أنواع؟ شايفة في هنا أطفال. في حاجة أطفال زي دي. في بدلة زي ده أطفال برضه. ده ألوانتها. وفي إيجار وبيع برضه. في إيجار وبيع. إن شاء الله. يعني أنا بشكر حضرتك جدا وإن شاء الله ربنا يجازيك كل خير. بشكرك جدا.